وخير جليس في الزمان كتابه، قالها المتنبي سابقا، وبدأت ملامحها تتلاشى في زمن الثقافة الرقمية. إذ شهد العالم تحولا رقميا في الحياة بشكل عام، أثر على المسار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وإذا تحدثنا عن ثقافة القراءة الورقية، بدأت تغادر المشهد لأسباب قد تكون واقعية على لسان بعض المثقفين. كتاب سعره غالي احيانا، شاب يعني سواء طالب جامعه او خريج يعني يشوف صعب انه يدفع 15,000 او 20,000 حتى يشتري كتاب، وهذا يجي الكتاب بيديه. المطلوب انه حتى يشجع ثقافه القراءه انه يسوي الكتاب يعني باسعار مناسبه، خصوصا يعني جهات رسميه تطرح الكتاب بسعر يعني بسيط. اسهمت الثقافه الالكترونيه المعاصره في ايجاد اساليب جديده لانماط اختلفت عن الثقافات التقليديه التي لم تعد تتناغم مع متغيرات الواقع الحديث، لكن تختلف طريقه الاستخدام فيها من شخص لاخر. كل الكتب الموجوده تلقاها تنزلها يعني من الانترنت على شكل بي دي اف، انا بالنسبه لي هواي عندي كتب بي دي اف جاي اقراها. فهو طبعا كل شيء سلاح ذو حدين، يعني تقدر تستخدمه للخير وللشر، فهو حتى هذا الموبايل اليوم جاي نشوف استخداماته، ناس استخدمتها يعني هواية أغراض مثلا الابتزاز إلى آخره، ولكن أكو ناس لا اليوم جاي تستخدمها لأعمالها للاطلاع للقراءة. أخيرا وليس آخرا، الثقافة الرقمية قربت المسافات واختصرت الزمان والمكان، وتبقى مرهونة بوعي الفرد والمجتمع. من بغداد أنور صباح، العراقية الإخبارية.